التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. حضورنا الكريم هنا على أرضية هذا الميدان، ننطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة سادس أشواطنا بمجموع الأشواط وثالثها للجعدان الحقائق. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة، وتقدم مع الصدارة مع الشباب سلالة أسد الميادين والأسد ما يجيب إلا الأسد. سالم بن يمعة بن مانع لويص السويدي ينطلق على المركز الأول، عريب 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 محمد بن عبد الله بن رشيد الاكتمي قادم مع العريب. المركز الثالث عندك يا بن قحيد هنا القادم مع انطلاقة قايدهم القادم حمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري يا مقدم، والذي يملك دائما الفحى المرموق الذي غذى ميادين السباقات، قادم مع قايدهم على المركز الثالث. المركز الرابع واقترابنا دائما من الكيلومتر الأخير، وصل القادم هنا شعار المنطلق مع هذه الانطلاقات، الفهد القادم، الفهد سلطان بن خاتم الشامسي القادم مع الفهد وملبي، سيل بن دحبة بن قنازل العامري القادم، خماسية بالصدارة، تابع الأسماء الواصلة، تابع الشعارات القادمة، شعار سالم بن حسن الخاطري القادم كذلك، والقادم شعار أحمد بن حميد بن عامر العمري. وأعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الشبابي لا زال على المركز الأول الشبابي، سالم بن يمعة بن مانع لويص السويدي وبن خاتم على المركز الثاني، القادم مع الفهد، الفهد القادم من مدينة العين قادمين، وبالتحديد من زاخر الشعر يؤكد دائما الحضور في كل التحديات في كل الانطلاقات. اللحظات الأخيرة يا راعي شودة، يا راعي الانشودة، الأمتار الأخيرة، راعي الشبابي على المركز الأول، الشبابي سلالة أسد ميادين السباقات، الأسد 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 ما شاء الله، الشبابي 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 على المركز الأول، سالم بن يمعة بن مانع الهويص السويدي ما شاء الله تبارك الله، وقع الأسد ما يجيب الأسد يا إخواني، سلام سلام سلالة أسد ميادين السباقات، سلامي عليك يا سالم يا بن يمعة يا بن مانع لويص السويدي، أشكرك على هذا الحضور المتميز دائما مع هذه الأسماء. المركز الثاني الفهد لسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز الثالث جيهمان لأحمد بن حميد بن عامر العمري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت وزميلنا دائما المتواصل في انطلاقات هذه الأشواط بالتوقيت الزمني 2:57 هو توقيت الشبابي. تهانينا والناموس لسالم بن يمعة بن مانع لغويص السويدي، والنقطة الرابعة على ما أظن يسجلها هذا الشعار في صباح هذا اليوم.